اه يا بنات انا كنت هبدأ، العروسة قالت لي اقول عايزة ايه، فقلت اسمع قولي عايزة ايه. انا عايزة اطلع حلوة. ايوه ده اول حاجة. ماشي. ان انا عندي عقدة نفسي بالموضوع ده. وايه تاني؟ وعايزة حواجبي تبقى هير باي هير يعني كده. تمام كده. اه الرموش مش عايزة مسحات. ماشي. عايزة حاجة هادية. والميك اب عايزاه بينكات. لو شايفة حاجة احلى اوكي انا معاك يعني مفيش مشكلة. تمام. اللي انت عايزاه بعمل ايه كل بعد كل ده؟ ياي خلاص بقى يعني بعد كل ده اللي انت عايزاه اعمليه. يلا ماشي. بص بصي لي. ايوه يا ستايل زي ما انا قاضي بس حبيبتي شطورة ما شاء الله. بص لا اتكلم مش قادرة اسكت مش قادرة اسكت. العروسة الفراقة جدا يا جماعة جدا. تحفة كده. مش عارفة. لا مش عارفة تلبس. مش عارفة. شوفيه في الآخر. بس تحت بعينك. بصيلي.